بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهاردة هنتناقش في لماذا تأخرت العملية البرية العسكرية على غزة ليه اتأج... ال... اتأخرت سوف أذكر عشرة أسباب لتأجيل العملية العسكرية البرية على غزة بالامس خرج نتنياهو وحسم الموضوع الحرب البريه وقال العمليه البريه قادمه ولكن رفض يتكلم عن موعدها بالظبط او عن تفاصيلها لدواعي امنيه. في نفس الوقت خرج بايدن وقال ان امريكا لم تضغط على اسرائيل لتاجيل العمليه البريه ولكن التسريبات اللي خارجه من البيت الابيض ومن الاداره الامريكيه كلها تقول ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول تاجيل العمليه البريه او اقناع الاسرائيليين بتاجيل العمليه البريه او تبريد الحماس الاسرائيلي تجاه استعجال العمليه البريه ولكن امريكا واسرائيل متفقتان على شيء واحد انه لا عوده لاوضاع يوم 6 اكتوبر بين حماس واسرائيل وانه بدون تحقيق هذه الاهداف فان العمليه كلها ستكون قد فشلت كلها وبالتالي ان هناك اتفاق على الاهداف ولكن هناك بعض الاختلافات بين امريكا واسرائيل وبين امريكا وحلفائها الغربيين بل وبين العسكريين والسياسيين داخل اسرائيل نفسها على تكتيكات العمليه البريه نبدا بالسؤال لماذا تاخرت العمليه البريه حتى الان أنا قلت أه هقول لكم عشرة أسباب لتأخير العملية البرية اللي اتقال إنها قادمة قادمة أول حاجة أول حاجة تجهيز ممر آمن لخروج الغزيين بتوع غزة اللي هم عندهم جنسية أمريكية كمان بيقولوا إن آلاف من الناس في غزة معهم جنسية أمريكية يقال أن خمسة ألاف واحد وهناك جنسيات أوروبية أخرى وجنسيات أخرى عاوزين يعملوا يأجلوا العملية البرية حتى يكون أن يجهزوا ممر آمن عبر رفح يخرج الناس دي المزدوج الجنسية في مقابل تسريع الغاسة الإنسانية عبر ممر رفح الدولي لأن موضوع المزدوج الجنسية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في سنة الانتخابات هذا مهم جدا لبايدن ولأي إدارة أمريكية ولكل فبالتالي موضوع خروج الأمريكيين مزدوج الجنسية قبل بدء العملية العسكرية البرية التي قد تؤذي الكثير منهم وقد تؤدي إلى موت الكثير منهم فهذا موضوع مهم جداً لاداره بايدن للولايات المتحده الامريكيه عموما وللغرب على وجه العموم ايضا ان هذا الموضوع غايه في الاهميه وبالتالي كلما لو نجحوا في ان يكون الممر الامن ده يحصل ويخرجوا قبل العمليه البريه سيكون هذا موضوعا يعني انجازا بالنسبه لاداره بايدن. الحاجه الثانيه موضوع الاسره واللي هم من 30 جنسيه الاسره اكثر من 220 اسير او مختطف مش اسير مختطف مختطف من حماس موجودين في غزه والخوف ان تبدا اي عمليه بريه قد تؤثر على سلامه هؤلاء عموما يعني لو فشل كل ده هتتم العمليه البريه ولكن اعطاء مهله زمنية لتحقيق هذه الأهداف هو مهم جدا لأمريكا للعالم ولإسرائيل وللكل والأسر فيه فبالتالي هناك حاليا مباحثات عبر قطر ان يتم صفقة يخرج بها كل المساجين كل المساجين الفلسطينيين في سجون اسرائيل 5250 مسجونا في مقابل الافراج التام على هؤلاء ال 220 شخص قبل البدء بل وقالوا ان اي افراج عن اي عدد اي عدد قبل العملية البرية هذا انجاز هذا انجاز وبالتالي مهم ان يعطوا فرصة لكي يتم الافراج حتى وعلى عن اي عدد من هؤلاء المختطفين قبل العملية البرية سبب الثالث هو استكمال جهوزية الجيش الامريكي الجيش الامريكي والقوات الغربية هي الاكثر موجوده دلوقتي في الشرق الاوسط منذ 1990 لما من منذ غزو صدام حسين للكويت، لم يحدث وجود هذه القوات الغربيه بهذه الكثافه منذ 1990 ومع هذا ان امريكا ترى انه لابد ايضا من استكمال جهوزيه القوات الامريكيه بشكل كبير جدا احتمال استعدادا لو حصلت حرب رغم ان الحرب الاقليميه مستبعده نسبيا ولكن لابد للعسكريين ان يضعوا هذا الاحتمال كاحتمال وبالتالي لابد ان تكون هناك قوات امريكيه كافيه لكي تقاتل على عده جبهات في الشرق الاوسط اذا اندلعت حربا اقليميه ولهذا الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تعطي لنفسها فرصه اكبر لاستكمال جهوزيه الجيش الامريكي. سبب رابعا وسبب رابع من هذه الاسباب لتاجيل العمليه البريه التاكد من جهوزيه مسرح العمليات في غزه. لازم يتاكدوا ان مسرح العمليات في غزه هو جاهز لحرب بريه. وجود خطه واضحه للغزو خطه واضحه للغزو البري يعني لازم تكون في خطة واضحة وواضحة المعالم وواضحة التنفيذ كمان مش بس واضحة المعالم تجعل هناك أهدافا عسكرية قابلة للتحقيق يعني مش مجرد انت تغزو وبعدين تدور على ازاي تحقق لازم تكون في خطة عسكرية واضحة والخطة العسكرية الواضحة دي فيها أهداف قابلة للتحقيق وممكنة للتحقيق وهناك آليات لتحقيقها موجوده، ده ان لازم يبقى مسرح العمليات في غزه جاهز لتحقيق هذه الاهداف. خامسا استكمال تجهيز الجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي هو جيش متفوق ومتدرب ولديه معدات عسكريه كبيره جدا، ولكن لابد من استكمال اي نواقص في فيما يتعلق بالدفاع الجوي، فيما يتعلق بالذخيره، فيما يتعلق باسلحه جديده، فيما يتعلق بقنابل اكثر فتكا، بما يتعلق بكل هذا تجهيزا لو حصلت اندلعت حرب على جبهتين في اسرائيل في الشمال وفي الجنوب اذا حصلت فبالتالي لابد ان تكون هناك استعدادات كامله عند اسرائيل لمواجهه حربين وبكفاءه وبدرجه تجعلها تنتصر، ولهذا حاليا في اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه يعني طائرات امريكيه عسكريه كثيره تهبط في اسرائيل حامله ذخيره وحامله اسلحه وحامله بطاريات دفاع جوي وحامله اشياء كثيره جدا، وبالتالي ايضا لابد من اعطاء فرصه فرصه لاستكمال جهوزيه الجيش الاسرائيلي واستكمال استعداده وقدرته على مواجهه حربين في نفس الوقت والانتصار فيهما نقطه اخرى مهمه سادسا في هذه اسباب تاخير الغزو البري التمهيد الجوي لم يكتمل بعد، التمهيد الجوي لم يكتمل بعد، حتى الآن تقديرات القصف تقول أن القصف الجوي الذي حدث أسبوعين دلوقتي لم يحقق أهدافاً كبرى في تقليص البنية العسكرية لحماس، وبالتالي القصف الجوي لم يكتمل بعد، لابد من تمهيد جوي كبير جدا ضد حماس وتحقيق أهداف عسكرية بقتل كثير من القيادات بقتل كثير من القوات بتدمير منصات إطلاق صواريخ بتمهيد أنفاق فكل ده ال... هو وزير الدفاع قال أن الحرب دي تستمر هتستمر ثلاث شهور مثلا تلت شهور ثلاث شهور حرب مع حماس في ظل وجود هذه الأنفاق وفي ظل تكدس المدنيين لابد ان تحتاج الى تمهيد جوي في تقدير الشخصي لا يقل عن شهر قصف جوي مركز ومنتقاه وعمل مخابراتي وانزال اغتيال بعض القيادات لابد من هذا ان يتم قبل ان تبدا العمليه البريه وبالتالي اعطاء فرصه ايضا للتمهيد الجوي وخاصه ان التمهيد الجوي اذا حقق اهدافه سيقلص بشكل كبير جدا الخسائر العسكريه من الجنود عند الغزو البري يعني القصف الجوي ده حاجه مهمه جدا حاجه مهمه جدا في الحروب في الحروب الحديثه لكي يمهد مسرح العمليات ولكي يقلل الخسائر عند الغزو البري او عند الانزال إن البري، وبالتالي القصف الجوي لم يكتمل بعد. سابعا التاكد من عدم تحول الهجوم البري الى مصيده عسكريه لاسرائيل يترتب عليها خسائر كبيره بين الجنود. عاوزين يتاكدوا اني الغزو البري ما يكونش مصيدة عسكرية لإسرائيل وخاصة في كل البروباجندا اللي طالعة من حماس ومن الإعلام العربي إن إحنا منتظرين الغزو البري إن إحنا منتظرينكم إحنا منتظرين المواجهات وجها لوجه إحنا مستعدين إحنا هنشو هنوريكم أيام ما شفتهوش في فكل هذا المواضيع التحذيرية لإسرائيل من الغزو البري تجعل أني لابد ان يتاكدوا ان لا يكون هذا الغزو البري مصيده للجنود الاسرائيليين وللمعدات الاسرائيليه الثقيله التي ستسير في شوارع ضيقه مزدحمه بالسكان ومن ثم هذا ايضا لابد التاكد عبر تقليص قوه حماس عبر ان هم يضربوا اكبر قدر من الاهداف يضربوا اكبر قدر من الاهداف يمهدوا مسرح واسع للعمليات قليل السكان كل دي اسباب تجعلهم يؤخروا الهجوم البري حتى تكتمل هذه الماضي ثامنا اتاحه مزيد من الوقت لاخلاء سكان كان غزه، هناك تحذيرات مستمره من اسرائيل، وهناك نداءات متكرره من اسرائيل لسكان شمال غزه تحديدا ان يتجهوا الى الجنوب، يريدون ان يكون الشمال شبه خالي من الغزاويين حتى اذا دخلت القوات الاسرائيليه بريا تستطيع ان تتعامل مع المسلحين المختبئين في الانفاق والمختبئين تحت المستشفيات وتحت المدارس وتحت المؤسسات الدوليه وتحت الكنائس وتحت المؤسسات الاعلاميه فهؤلاء الناس يعني عمليا واخدين كل هذه المؤسسات كراهينه يعملوا من تحتها واخدين المدنيين كراهاء دروع بشريه لكي يعملوا من خلالها ويختبوا وبالتالي كلما خفت الكثافه السكانيه وكلما تم ازاحه ونزوح الغزاويين من الشمال الى جنوب غزه وتوفير الملاجئ لهم في هذه المواضيع او الخيام او والاغذيه ومتطلبات الحياه كلما سهل ذلك عمل القوات البريه الاسرائيليه، هذا سبب مهم ايضا ان هم يكون الكثافه السكانيه الموجوده في شمال غزه تحديدا وفي غزه كلها وفي مدينه غزه وفي شمال غزه تحديدا كثافه متدنيه جدا تجعل العمليات العسكريه البريه ممكنه بدون وقوع ضحايا كثيرين جدا بين المدنيين أحد أسباب تأجيل الهجوم البري هو عدم وجود إجماع دولي في الغرب على حتمية الهجوم وعلى توقيت الهجوم إن لم يكن على توقيت الهج... على حتمية الهجوم فعلى الأقل على توقيت الهجوم لما احنا شفنا الرئيس الفرنسي ما بيحبسش أن يحصل هجوم بري أساسا ولكن على الأقل في الغرب كلهم عايزين ان ياتي توقيت الهجوم البري بعد تمهيد واسع لساحه المعركه في غزه تجعل الخسائر المدنيه عند الحد الادنى وتجعل اسرائيل قادره على ان تطبق القانون الدولي وان تطبق اتفاقيات جنيف وقت الحرب لحمايه المدنيين اثناء القتال ولا يت ولن يتم ذلك الا بتجهيز مسرح العمليات لحرب بريه وتخفيف الكثافه السكانيه وخلاف ذلك من الامور الهامه جدا لان يكون لامكانيه تطبيق القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وقت الحرب. خاصه ان في ناس في الغرب عندهم تخوف من عدم وجود خطة عسكرية إسرائيلية محكمة تسرع بالقضاء على حماس وتقلل قتلى من الطرفين هناك شكوك عند بعض الأطراف الغربية من أنه ما فيش مش شايفين أو لم يعرض عليهم الإسرائيليين خطة عسكرية محكمة تجعل القضاء على حماس أمرا ممكنا وتجعل تقليص مساحة القتلى من المدنيين إلى الحد الأدنى وتجعل تطبيق القانون الدولي واتفاقات جنيف ممكنا طبعا إسرائيل ما بتقولش لكل حلفائها على الخطة العسكرية بتاعتها بس يمكن بتتشاور مع الأمريكيين وخبراء أمريكيين بينصحوها عسكريين أمريكان كبار بينصحوها وبالتأكيد أنها بتتشاور على الأقل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بخططها العسكريه ولكن حتى الان هم مش شايفين خطه عسكريه محكمه ناجعه واضحه قادره على تحقيق الاهداف. واخيرا هناك خلاف بين العسكريين والسياسيين في اسرائيل على توقيت العمليه ليس على ضروره العمليه، مفيش خلاف على ضروره وجود غزو بري. ولكن هناك خلاف بين العسكريين والاسرائيليين على توقيت العمليه. العسكريين في اسرائيل شايفين ان هم عاوزين يسرعوا بالعمليه البريه علشان الزخم والحماس والتأييد الشعبي في اسرائيل على اعلى مستوى بعد صدمه 7 اكتوبر ومن ثم مش عاوزين ان هذا الحماس يفتر اللي بينعكس على اراده القتال ومعنويات القتال في الغزو البري العسكريون يريدون تسريع الغزو البري في ظل هذا الحماس الكبير بين الجنود وبين القاده والحماس في الشارع الاسرائيلي والاستعدادات للمواجهات ومن ثم هم خايفين احسن يفتر هذا الحماس وياثر على المعنويات لو طال تأجيل العملية البرية في حين أن السياسيين وعلى رأسهم نتنياهو متخوف من حاجتين، متخوف أولاً من خسائر كبيرة بين الجنود ستجعل مسؤوليته فادحة مسؤوليته السياسية وهو بالفعل يتحمل مسؤولية كبيرة ستنهي مستقبله السياسي ولكن مش عاوز مزيد من المسؤوليات والحاجة الثاني عاوز يحقق أكبر قدر من الأهداف السياسية الأهداف السياسية قبل الغزو البري ومن هذه الأهداف السياسية أن يرجع المخطوفين قبل الغزو البري ومن ثم نتنياهو يتأني في موضوع الغزو البري ولكنه بالأمس خرج وقال بعد هذه النقاشات الداخلية الإسرائيلية سواء في مجلس الحرب أو مع العسكريين أو مجلس المصغر أو 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 أن العسك... العملية العسكرية قادمة لا محالة مسمى رضخ نتنياهو للرؤية العسكرية ولكن التوقيت لم يحن بعد هذه عشرة أسباب ذكرتها لتأجيل العملية العسكرية ولكن في كل الأحوال هناك أمور متفقا عليها لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية حاليا بدون غزو بري مش ممكن تتحقق أهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها في إسرائيل بدون غزو بري الحاجة الثانية الغزو البري قد يأخذ اشكالا مختلفه، ممكن يحصل غزو بري شامل، ممكن يحصل توغل لمسافات محدوده، ثم محاصرة حماس خطوه خطوه، ممكن تحصل مناوره بريه من جميع الجهات حول حماس، ممكن يحصل احتلال لاجزاء من غزه بشكل كامل ولفتره تجعلهم قادرين على محاصره حماس، طبعا هم اقدر مني على تعريف شكل الغزو البري معنى غزو بري مش معناه اجتياح كامل هناك سيناريوهات مختلفه لمساله الغزو البري وحدوده وشكله وتكتيكاته هذه امور طبعا يناقشها العسكريون الاسرائيليون ويساعدهم في ذلك خبراء امريكيين في شكل الغر الغزو البري وحدوده أنا اتكلمت عن عشر أسباب على التوقيت ولكن شكل الغزو البري دي هذه أمور تتعلق بأسرار عسكرية لم يعلنوا عنها الحاجة الثانية المتفق عليها بقاء قوة حماس بعد هذه العملية العسكرية سيكون كارثيا على وضع ومستقبل إسرائيل على وضع ومستقبل إسرائيل ومسمى هذه العملية العسكرية لابد ان تضع نهاية لقوة حماس العسكرية ومستقبل حماس السياسي والا سيكون الوضع كارثيا على اسرائيل وعلى مستقبل اسرائيل. الحاجة الاخيرة المتفقين عليها واللي نبهوها للاسرائيليين كثيرا وكثيرا على اسرائيل ان تراعي في كل تصرفاتها وفي كل غزوها القانون الدولي ومقررات جنيف للحروب وكل ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني وان تحاول تقليل خسائر المدنيين الى اقصى حد ممكن لان هذا بيدي الارم في الغرب للراي العام الغربي انه ينقلب على اسرائيل هذه هي ما وددت ان اقوله فيما يتعلق ب لماذا تم تاجيل الغزو البري الاسرائيلي لحماس وما هي الامور المتفق عليها فيما يتعلق بهذا الغزو وما هي الـ 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 الاهداف سله الاهداف اللي متفقين على تحقيقها أشكركم وألقاكم مرة أخرى مع مجد خليل شكرا لكم